الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، ذكر المؤلف في أداب المتعلم مسألة فقال: وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويتأدب معه وإن كان أصغر منه سنا وأقل شهرة ونسبا وصلاحا وغير ذلك، ويتواضع للعلم فبتواضعه يدركه. وقد قال نظما: العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. نعم، ذكر قضية التواضع. ينبغي علينا أن نتواضع لمشايخنا، ينبغي علينا أن نريهم حسن الخلق، ينبغي علينا أن نخدمهم، ينبغي علينا أن نكون عند حسن ظنهم دائما في قضية العون والإعانة. وهكذا ينبغي أن يكون التلميذ في حاله مع شيخه كله، وحتى في باب النصيحة فإنه ينصح له على وجه التواضع، فيقول له مثلا: يا شيخ، لقد فهمت فهما وأظنني مخطئ، وهذا غالب ظني من قولكم كذا وكذا، لأنني أعتقد أن الصواب اعتقادي هو الخاطئ هو كذا وكذا، فهمين؟ ما تروحش عند الشيخ تقول له: يا شيخ أنت مخطئ في هذا المسألة. لا، انسب الخطأ لنفسك، قل: يا شيخ فهمت فهما خاطئا في هذه النقطة فوجهني، وانت على بالك باللي الشيخ الذي أخطأ، لكن ما تقولوش أنت أخطأت، هذا ليس من الأدب، فهمين؟ مثلا أردت أن تذكره بما قال فلا تقل له: يا شيخ لقد قلت كذا وكذا. لا، قل له: لقد قلنا، أو: يا شيخ كنت أزعم أنه كذا فوجهني. فيتفطن الشيخ لأنه هو المخطئ فيستغفر الله ويتوب إليه. قال: ويتأدب معه في الكلام وفي أوقات الاتصال. في هذا الزمن نمثل بمثل هذا، الشيخ بشر يعتريه كل ما يعتري البشر، فله حق لأولاده، وله حق لأهله، وله حق لمعاشه. فلا تتصل وتسأل في جنح الليل، لا تتصل وتسأل في أوقات ما بعد الظهيرة، لا تكثر الاتصال، أوجز بالسؤال وهكذا. هذا مع المشايخ. لا تفهموا أني أقصد أن هذا منكم معي أو منكم إلي، لا أعني هذا، فأنا لست شيخاً، أنا أخوكم يتذاكر العلم معكم ليس إلا. نعم، فلا بد من التأدب. من صور التأدب، وهذا الذي أخصه بالذكر، نصرة الشيخ في ظهر الغيب، هذا من أعظم صور التأدب. ستصادف من المخالفين من يطعن في شيخك، ومن يغتاب فيه، ومن يذكره بالسوء. تفضل. دقيقة. ولا بد حينئذ من أن تتأدب بهذا الأدب الكريم، ألا وهو نصرته. من الأدب مع الشيخ أيضا أن تكون عند حسن ظنه في التعلم. يحب الشيخ منك أشياء ولا يصارحك بها، يدرسك درسا فيحب لو يراك تلخصه، يحب لو أنك جعلته في نقاط، يحب لو أنك تراجعه في بعض الشيء، لكن لا يطلبه تواضعا منه، من الشيخ تواضعا منه. لا يحب الشيخ أن يبرز فضله عليك، لكن أظهر فضله عليك أنت، لا تنتظر من الشيخ أن يذكرك بفضله، لا تنتظر من الشيخ أن يقول لك: على ظهري وصلت. لا، لكن أظهر له أنت ذلك. وهذا هو الخلق. جاءت الأستاذة، لعلنا نقتصر على هذا إن شاء الله.